عليكم، مرحبا بكم في قناه فرح بلوك. اليوم غنشارك معكم واحد الشليضه اللي غادي تكون سهله وديال هاد الوقيته. كيف كتعرفوا دابا الحال سخون، فالشليضات هما اللي كيكونوا مطلوبين. بالنسبه للشليضه ديالي فيها الخضر وفيها الرز، كيف كتشوفوا مفيده، وغادي تكون ان شاء الله بمايونيز منزلي بدون بيض، خصوصا الناس اللي ما كيبغوش البيض في المايونيز. فخليكم معايا وباش تعرفوا على المقادير اللي غادي نحتاجو. فعندنا العنصر الاساسي اللي هو الرز كلاصي 300 غرام، وعندي شويه ديال الجلبانه، وهذه خزو وحده يعني جزره وحده مسلوقين بجوج كيف كتشوفوا. بالنسبه للجلبانه كنسلقها مع واحد شويه ديال الملحه باش باش يبقى داك اللون ديالها بحال هكا خضر. وحتى بالنسبه للخزو راه سلقاه حتى هو مع شويه ديال الملحه. وهنايا عندي بطاطا مسلوقه ومعها خزو حتى هو مسلوق، واحد شويه ديال القزبر والمدنوس وشويه ديال الملح. وبالنسبه للمايونيز فغادي نحتاج فيها كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخل، ومعلقه ما عمرش ديال المطرد، وثلاثه ديال الفرماجات من هاد النوعات ديال المثلث. غنحتاجو علبه ديال الطون وعلبه ديال المايز، وكيبقى يعني بغيتو تاجوتيو شي حاجه، بغيتو تضيفو شي حاجه في الخضر تضيفوها كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وحتى بالنسبه للكميه هنايا فعلى حسب شنو متوفر عندكم وعلى حسب شحال ديال الناس في المنزل. فهاد الشيء اللي كاين اللي غادي نحتاجو، وغيبقاو بعض العناصر ما صورتهمش هنا بحال البيض ولا المرتديلا، فهادوك غادي يكونوا التزيين اولا المدخن على حسب الذوق ديال كل واحد. فخليكم معايا باش نبداو على بركه الله في تجهيز المايونيز هي الاولى. فبالنسبه للمايونيز غادي ندير اول حاجه المثلثات ديال الفرماج هما الاولين، وغادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال المطرد قلت لكم، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل، ثم الحليب والملحه والابزار. تقدروا تضيفوا حتى الثومه الا بغيتوا، انا ما كنديرهاش ما كنضيفهاش، كنكتفي غير بالمطرد. وبالنسبه للابزار تقدروا تزيدوه ولا تنقصوه على حسب الذوق ديالكم، على حسب كل واحد واش كيبغي الحروره ولا ما كيبغيهاش. كذلك بالنسبه للقزبر والمعدنوس تقدروا تضيفوا الا بغيتوا، فانا كنصايبها بهذه الطريقه هذه هي باش تعجبني، وكيبقى لي اختيار لكم نتوما وعلى حسب الذوق ديالكم. فهادو هذه هي الطريقه. بالنسبه للزيت فكنخليها هي الاخرى كنضيفها، ومن مورا فاش كنطحن هادشي مع بعضياتو حتى تيبانو ليا نسجمو، عاد كنبقى كنزيد الزيت كنقسمها على 4 ولا 5 ديال المرات، يعني ما كنديروهاش ما كنحطهاش. بالنسبه لينا البزار غادي نقص، غندير غير هاد الشويه ونضيف الباقي ديال الملح. فهادو العناصر اللي عندنا كاملين. دابا كيف قلت لكم غادي نديرهم يطربوا مع بعضياتهم، من بعد غادي نضيف الزيت. غادي من بعد غادي نبقى نضيف الزيت غير من هنايا شويه بشويه حتى نكمل الكاس، قسموها على 4 ولا 5 ديال المرات. فهذه المايونيز ديالنا ها هي كيف كتشوفوا، غنوري لكم في المعلقه. دابا غادي ندخلها تبرد شويه. كي تشوفوا هذا المايونيز راه ناجحه 100%، مابقاوش فيها المشكل، وحتى المذاق ديالها كيجي رائع. فغادي ناخدو الرز ديالنا دابا، نضيفو عليه الجلبانة وخيزو، نضيف المايز، ثم الطن، ونضيف دابا المايونيز بعد ما بردات يا باش غادي نجمع الخليط.
نخلطوا جميع العناصر مع بعضياتها. تتهزوا من تحت للفوق ونخلط هذا المول شوية صغير على الكونتيتي اللي عندي. كنستمروا بالتحريك حتى كينسجموا جميع العناصر وكنكونوا فرقنا الخضره الطون كلشي في وسط الروز. فاشنا بلاصه فيها غير الروز وبلاصه معزوله فيها الخضره. وبطبيعه الحال تكون المايونيز حتى هي كاينه في جميع البلايص في الروز. واحد شوية حيت لتحت ما بقيتش فيه المايونيز. دابا غادي نجيب واحد المول اللي غادي ندير فيه الفيلم اليمونتير باش ما يسقليش باش ما تلصقليش السلطه فيه لتحت. وغنخويه فيه ومن بعد غادي نقلبو ونخليكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش غادي تجي. فالروز ها هو درته في المول كيف قلت لكم، ودرت الفيلم اليمونتير في التحت باش ما يحصلش انا فاش نبغي نقلبو. دابا غادي نغطي وغادي ندخلو الثلاجة يبرد عاد نحطو في الطبق تاع التقديم. وهذا الشكل النهائي ديال الشليضه ديالنا، كتجي بحال هكا كيف كتشوفوا، غنيه بالخضر والرز، فهي مشبعه يعني ما تحتاجوش تاخذوا معها حاجه اخرى. هنايا رافقتها بلي شوسون اللي كنت عمرتهم بالدجاج والقرعه الخضراء وخزو والبصله والفرماج، وكذلك زينتها بطاطا وخزو اللي كنت وريتكم في الطبق مسلوقين مع بعضياتهم، درتهم في على شكل وريضات صغار في التصوير ما واضحينش مزيان، وزينتهم بشويه ديال الزيتون كحل وشويه ديال البيض. وفهي كتجي كيف شفتوا كتجي زوينه وكت مشبعه كيف قلت لكم، يعني ما تحتاجوش تاخذوا معها حاجه اخرى، غير هي كافيه. ولا تقدروا تزيدوا معها شي بروشيت خفاف ولا كوتليت، ما تقدروش تزيدوا معها شي طبق ثقيل. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم انكم تجربوها. كنشكركم على المتابعه ديال الفيديو ونلقاكم في فيديو قادم باذن الله.